أعزائي برحب فيكم مرة تانية، وهلأ إجا وقت الحلو. حنعمل طبق كنافة كتير مميز، حعملها بالقشطة والمشمش المجفف. خلينا نشوف مع بعض المكونات. كنافة بالقشطة والمشمش، 250 جرام عجينة كنافة، ربع كوب سكر ناعم بودرة، 3 أرباع كوب سمن، الحشو 2 كوب قشطة، نصف كوب مشمش مجفف مقطع، للتقديم قطر وفستق حلبي مجروش. أعزائي الكنافة دايماً إلها أنواع متعددة وأشكال متعددة وكمان حشوات متعددة، وما زلنا بنطلع أفكار جديدة دائماً عشان نقدر دايماً نضيف ضيوفنا ونستمتع إحنا وأفراد أسرتنا بأطباق حلو تبقى بسيطة وسهلة. ودائماً بنفكر إنه ست البيت ما تتغلب يعني أو تبذل وقت كتير في تجهيز الكنافة. اليوم عندي الوصفة كتير بسيطة وسهلة، خليني أتحدث عن الكنافة. عندي هون كنافة بهذا الشكل، هذه كنافة فروزن يا جماعة، مجمدة، مجرد أنا طلتها من الفريزر قبل ما أفتحها خالص، بسيبها على الكاونتر لغاية ما تفك تماماً ويروح منها التجميد. خلوا بالكم من الملاحظة هاي، مجرد ما أفتحها وقت اللي أكون أنا جاهزة للشغل أخلي بالي عشان طبعاً بتنشف، بس أنا هشتغل فيها هلأ على طول، ما بنفع أشتغل فيها وهي مجمدة. خلوا بالكم بتتكسر معي وبتخرب معي، لاحظوا بتبقى فاكة خالص وبدرجة الحرارة العادية. هخليها جنبي وعلى طول أبتدي أجهز خطواتي التالية. هحتاج سمن. السمن أعزائي يمكن تقولوا لي منالي كتير، حقولكم لا، لأنه هذه حتطلع لي حوالي 11 بوصة، صينية كبيرة. ممكن إذا حبيتوا بعد ما إحنا نطلعها من الفرن وتلاحظوا إنه فيها قليل من السمن فيكم تصبوه وتتخلصوا منه، بس هي سمنتها يدوبك، فأرجو إنكم ما تقللوا من السمنة، ولكن إذا حبيتوا ممكن تمشوا نص ساعة بعد ما تاكلوها، بس ما تقللوا من سمنتها لأنها ما حتبقى زاكية. يبقى أعزائي بخلي بس السمنة عندي تدوب، مجرد ذوبان خفيف خالص، ما بدي إياها تبقى سخنة. وهاي من الملاحظات المهمة، خليني أحتاج هلأ طبق كبير عشان طبعاً أجهز فيه هالوصفة. وخليني قبل ما أبتدي أحدثكم عن المكونات الثانية، حستعمل لحشوة الكنافة قشطة. هاي قشطة جاهزة، ما بدي إياكم تتغلبوا. في بعض الأوقات وقدمت أنا عدة وصفات كيف تعملي قشطة في البيت وبعدة أنواع، في بالطحين، في بالخبز، في باللبن اللي بنفصله عن أو بالحليب المفصول، في قشطة بالسميد، في بالمهلبية شبيهة القشطة، كتير قدمنا وصفات قشطة كلها طيبة كلها لذيذة. ولكن إذا حبيتوا تستعملوا القشطة الجاهزة موجودة بالثلاجات بالسوبر ماركت، بتلاقيها علبة زي علبة اللبنة، علبة الزبادي مكتوب عليها قشطة، فينا بس مجرد نطلعها من الثلاجة أسيبها على كاونتر المطبخ لغاية ما تصير في درجة الحرارة العادية وأقدر أستعملها. هخليها على جنب أعزائي، ما هستعملها هلأ. خليني أتحدث عن المكونات الأخرى اللي هحتاجها، الفستق الحلبي. ممكن أحط مع القشطة شوية فستق حلبي، والمكون الأطيب والأطيب اللي هستعمله اللي هو المشمش المجفف، حيعطيني طعم خطير في الكنافة. ممكن طبعاً أضيف فواكه مجففة تانية إذا حبيتوا، ممكن تضيفوا التين، ممكن تضيفوا القراصية، ممكن تمر، بس المشمش مع حلى الكنافة هيك والقطر والقشطة أنا بصراحة بعشق هيك أطعمة أو هيك أكلات. هلأ الإشي الحلو أكثر وأكثر اللي بدي أحدثكم عنه، إنه إيش أخبز الكنافة أو شو الصينية اللي حستعملها لخبز الكنافة. صينيتي المفضلة تاعت زمان، فاكرين هاي الصواني؟ الصواني الألمنيوم التقليدية هذه ما بنستغني عنها، يعني ما شاء الله أنا دائما غاوية إني أشتري صواني وأطقم صواني وأشكال وألوان، بس بضلني لما بدي أعمل كنافة، لما بدي أعمل هيك أشياء معينة، مسقعة مثلا، صينية بطاطس، بتلاقيني لازم أستعمل هاي الصينية. أعزائي حخلي الصينية جنبي، وزي ما قلت لكم هذه تقريبا أعتقد حوالي 11 بوصة، فالمقدار يدوبك عليها. حبتدي أجهز الكنافة في منتهى السهولة، الوصفة ما بتاخد منكم أبداً أي تجهيز. إذا أنتوا في شهر رمضان
دائما في رمضان بتحلى الكنافة طبعا، ما بنقول لا، ممكن أجهزها وما أشويها أو ما أخبزها، أخليها على الكاونتر عندي أو أحطها حتى بالثلاجة، بس أغلبها كويس وقبل الفطور بشوي أروح مدخلها الفرن، أو بعد الفطور إذا حبينا حسب كل أسرة. سبحان الله، من بلد بلد بتختلف عادات الفطور ورمضان، اللي بصلي المغرب برجع، اللي بيفطر بعد الصلاة، يعني كل هذه أمور بتقدر ست البيت تنسق وقتها بحيث أنه أنا أكون وقت اللزوم أطلع الكنافة سخنة، هو هذا فقط المقصود. يبقى أعزائي، هخلي الكنافة في طبق عميق شوي عشان يبقى سهل علي أني هلأ أخلطها كويس. وما حدثتكم عن السكر، عندي حوالي معلقتين ثلاثة كبار من السكر الناعم، بيعطي الكنافة لون ذهبي كتير لطيف. هبتدي أعزائي هلأ أوزع عليها السمنة، أنا ما حطيت كل الكمية، خليت شوي، حوزعهم على سطح الكنافة، هخليها جنبي وأبتدي أقلب هيك بخفة. لاحظوا إيش بعمل، بحاول أرفعها لفوق، شايفين هالخطوة هاي بتخلي الكنافة تتشرب بالسمن، أخذتوا بالكم هاي الخطوة؟ وأنا برفعها بحاول أفكك الخصل عن بعضها عشان تبقى ما تبقى، إذا الخصل مثلا، خلينا أورجيكم مثال، لو هاي الخصل هيك مع بعضها جينا ناكلها بتلاقوها كتير يابسة، فكل ما قدرتوا فككوا الخصل عن بعض، كل ما رفعتوا فوق عم بفككها، وبنفس الوقت لاحظوا في لسه أجزاء بيضة بخلطها كويس. لاحظوا كل هاي بفكك وبخلط لغاية ما تتشرب عندي تماما بالسمن. في ناس، وقدمت أنا عدة وصفات قبل، إذا بتحبوا تخلطوا الزبدة مع الزيت، ممكن تخلطوا السمنة برضك مع شوية زيت إذا حبيتوا تقللوا من السمن، ولكن ما في شيء زي طعم السمنة بصراحة. أنا أنصحكم تمشوا ساعة ولا نص ساعة على قد القطعة اللي بتاكلوها، كل قطعة امشوا لكم حوالي نص ساعة. هلأ أعزائي ببتدي أرش رشات خفيفة من السكر الناعم، وبرضو أحرك لغاية ما يندمج خالص بهالطريقة. هخلي الطبق على جنب وأجيب صينيتي العزيزة، وناخذ حوالي ثلثين خليط الكنافة، نرفع هيك شوي، حوالي ثلثين، وأوزعهم بهالطريقة. الفرن عندي جاهز، خليهم هدول يدوب. هلأ لاحظوا، حاولوا شوي شوي هيك توزعوا هالكمية بحيث تغطي القاع. هلأ بنضغط عليها كويس، بدي أتأكد إنه القاع كله ملتصق مع بعضه يا جماعة عشان الكريمة أو القشطة ما تسيل. نضغط بشدة بهالطريقة، أتأكد إنه كل الأجزاء هاي، إذا لاحظتوا في أجزاء شوي مبينة الصينية من عندكم، نقدر نحشيها تاني بهالطريقة. القشطة عندي جاهزة، ما بعمل فيها أبدا أي شيء، مجرد أفتح العلبة وأحطها. بحاول أوزعها بهالشكل، ممكن ناخذ كمية كمان. أخذتوا بالكم أعزائي أنا ما وصلت للأطراف، رشة الفستق الحلبي أو أي مكسرات أنتوا بتحبوها. وحوزع المشمش المجفف. باخذ هلأ خصل الكنافة اللي ضلت عندي وحاول قدر الإمكان أفتحهم عن بعض بهذا الشكل، وغطي الوش بخفة شديدة، مجرد تغطاي خفيفة خالص، ما بدي طبق سميكة أنا هون.
قد ما فيكم فتحوها بهالطريقة عن بعض. اوكي اعزائي، هلا غطيت كل سطح الكنافة بهالشكل هذا. الموضوع جدا بسيط، هلا ضغطة خفيفة خالص، يعني لاحظوا بس انا مجرد بحاول اساوي الشكل بهالطريقة. الكنافة اصبحت عندي جاهزة اعزائي، بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخذ لها حوالي نص ساعة. وخليني اجيب لكم اللي بالفرن، خليني اخلي هذا على جنب. طبعا الكنافة انتم عارفين لها ريحة مميزة في المطبخ، يعني قبل التقديم على طول. في عنا طريقتين، هل ممكن اقلبها على طبق التقديم واصب القطر على الكنافة، او نصب شوي بعدين وقت التقديم اقلبها، حسب انتم رغبتكم. انا الطبق عندي جاهز، حقلبها على طبق التقديم مباشرة، ونخلي بالنا من السمنة، ممكن يكون في سمنة تتساقط على ايدينا واحنا بنقلب الكنافة، فانتبهوا دائما لانه هاي من اخطر او المشاكل اللي بنواجهها في الكنافة. اوكي مش داعي مشكلة. ما شاء الله. هلا مباشرة كمية وفيرة من القطر، لغاية ما تتوزع عندي كويس وتتشرب كل كمية القطر هذه. ما شاء الله رائعة جدا وطبعا شهية. هلا شو طريقة التقديم اللي انتم بتحبوها على حسب رغبتكم؟ انا حابة اوزع عليها فستق حلب، فستق فستق يعني كمية فستق. حوزع عليها اعزائي بضع حبات من المشمش المجفف، نقدر نخلي كم حبة برضو في الوسط. وصفة كتير طيبة، وزي ما شفتوا طريقتها كتير سهلة، أتمنى تكون عجبتكم، ونشوف أعزائي طريقة تقديم. كنافة بالقشطة والمشمش، 250 جرام عجينة كنافة، ربع كوب سكر ناعم بودرة، 3 أرباع كوب سمن، الحشو 2 كوب قشطة، نصف كوب مشمش مجفف مقطع، للتقديم قطر وفستق حلبي مجروش.